السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة استمع لي. في هذه الحلقة سنقدم لكم أهم التمارين الرياضية للمرأة الحامل في شهرها الرابع. يجب على المرأة الحامل ممارسة التمارين الرياضية خلال الشهر الرابع من حملها، وذلك وفقا لشروط معينة بحيث لا تؤثر أو تشكل أي خطر على صحتها أو صحة جنينها، كما ينصح أن تكون التمارين تحت إشراف مختصين. ونحن بدورنا سنقدم لك أهم التمارين الرياضية في الشهر الرابع من الحمل. ينصح بالمشي لمدة نصف ساعة يوميا للمساعدة على التنفس الصحيح. تساعد السباحة على تقوية عضلات الذراعين والساقين وعلى التنفس، وتعزز الشعور بالاسترخاء. توفر تمارين اليوغا الليونة للجسم وتساعد على الاسترخاء والتنفس الصحيح أثناء الولادة. تحافظ الهرولة لمدة 10 دقائق يوميا على صحة القلب والرئتين. تستطيع الحامل الرقص على أنغام الموسيقى للشعور بالبهجة والسرور، ولكن عليها تجنب الحركات التي تؤذيها أو تؤذي الجنين. تمارين الأيروبيكس الخفيفة، وينصح أن تكون تحت إشراف مدربين مختصين برياضة المرأة الحاملة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك،